أول مرة تكتشف أقوى فيضان في الجزائر 2023. إذا الهجوم، الهجوم عاصفة رعدية عاصفة رعدية كتسبب كارثات، فيضانات أودية وعاصفة رعدية راكم عارفين ملي كتكون مجهدة كتهدم بعض المنازل ضعيفة جدا. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم الموضوع ديالنا الفيضان، سيول خاص على الجزائر. اذا كارثه اللي وقعت خاص بعض الولايات في الجزائر، فيضان سببت لهم مشاكل كثيره. اذا الجزائر هجمت عليها عاصفه رعديه قويه بعض الولايات في الجزائر. اذا ان شاء الله نقول لكم اول مره غادي نكتشف اقوى فيضان في الجزائر 2023. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كا. والجزائر والمغرب خاوه خاوه، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اذا اش غادي نقول لكم، بعد تقريبا يومين هذه ولا 3 ايام عاصفه رعديه خاص في الجزائر بارطاجات خاص في المواقع الاجتماعي، وحاولنا باش نشاركوا معكم بعض اللقطات كما شفتون خاص في البدايه ديال الفيديو. اذا كارثه اللي وقعت في الجزائر مع الاسف الشديد، اذا حاجه اللي اكتشفت بانه واحد قوه خاص من البشر ديال الجزائر. اذا اكتشفت واحد الشخص كيفاش اعتق العائله ديالو خاص لداخل السياره، اذا هاجم عليه الفيضان السيول، ومن بعد انقذ العائله ديالو ربما مرته وولده خاص لداخل هاد السيول اللي هاجموا على الساكنه ديال الجزائر. اذا شفنا فيضان هاجم على السيارات، شفنا السيول هاجموا على الشوارع بعض الولايات في الجزائر. اذا كارثه اللي وقعت، ما هو سبب هذا الفيضان؟ اذا هذا الفيضان ديال الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت المناخ، اذا ملي كتكون درجه الحراره مرتفعه بعض المناطق بعض الولايات خاص في الجزائر مرتفعه درجه الحراره، من بعد كتكون المناخ ديال عاصفة رعدية. ملي كتكون هاد العاصفة رعدية كتسبب كارثة. إذن كما كنا كارثة اللي وقعت في الجزائر بعد ولاية الجزائر، كارثة اللي وقعت، وفي نفس الوقت هاد الأمطار غزيرة وهاد العاصفة رعدية اللي هجمت على الجزائر ممكن تكون حاليا في الجزائر، ممكن تكون غدا، ممكن تكون بعد غدا. إذن يا ربي السلامة. إذن احنا في المغرب كنعيشوا أجواء ديال الصيف، ولكن حاليا كتوجد في مدينة أكادير عند العجج فقط، واكتشفنا بأنه أمطار غزيرة قوية خاص في المغرب، طنجة، تطوان، الفنيدق، المضيق، شفشاون، الحسيمة. إذا شفنا الفيضان في الحسيمة وبعض المدن خاص في المغرب، وفي نفس الوقت ممكن نكتشفوا أمطار غزيرة وعاصفة رعدية خاص في المغرب. أما بالنسبة للفيضان ديال الجزائر، دار البوز ديال بصح، ولا كلشي كيهضر عليه، ولا دار واحد البوز كبير خاص في اليوتيوب وفي نفس الوقت الفيسبوك. اذا الناس كتهضر على هاد الفيديوهات القصيره خاص ديال هاد الفيضان اللي تبارطاجات في المواقع الاجتماعي. اذا الهجوم، الهجوم عاصفه رعديه على الساكنه ديال الجزائر. اذا الوفيات ضروري غادي يكونوا، راكم عارفين الفيضان اللي كتكون عاصفه رعديه كيسبب الكارثه، الفيضان اوديه وعاصفه رعديه راكم عارفين ملي كتكون مجهده كيتهدموا بعض المنازل اللي ضعيفه جدا، ربما بعض الدوار، ربما العروبيه كما كنقولوا، يقدر هذه المناطق كيكون فيه الناس باقي بانين باللوح. اذا بحال المكان اللي مبني باللوح، المكان اللي فيه المنازل ضعيفه جدا، اذا يقدر غادي نشوفوا هذه العاصفه رعديه سبت لهم بعض المشاكل خاص في بعض الولايات في الجزائر. اذا اكتشفنا كارثه، كارثه صراحه. انا رايي على حسب الخبره ديالي والتجربه ديالي على حسب الفيضان والامطار غزيره، اذا اول مره نشوف في حياتي نشوف هذا الهجوم ديال العاصفه رعديه قويه على بعض الولايات
ديال الجزائر وبعض المدن في الجزائر. بعض الناس غادي يقولوا حكا راه الفيضان داز السيول داز. لا الاخوان، ممكن تكون العاصفه رعديه في الجزائر اليوم، الله سبحانه وتعالى هو اللي متحكم في هذه السيول ومتحكم في الامطار غزيره وعاصفه رعديه، ممكن اي لحظه تكون عاصفه رعديه من جديد. اذا حذاري ثم حذاري من هذه السيول، حذاري من امطار غزيره اللي قويه بزاف. وفي نفس الوقت شغادي نقول لكم، بعد القبور بعد المقبره كما كنقولوا، بعد هذا الفيضان خاص بعد الولايات في الجزائر، اذا اكتشفنا مع الاسف الشديد هذا الفيضان اللي قوي بزاف هاجم على المقبره خاص في الجزائر. وملي هاجم هذا الواد على المقبره، اذا بعد الجثث خاص ديال الناس اللي توفوا الله يرحمهم غادي يسبب لهم هذا الواد. اذا راكم عارفين السيول هاجمت على المقبره وسبت بعد الكارثه خاص في بعد القبور. اذا مع الاسف الشديد وكلشي ديال الله سبحانه وتعالى والحياه هي هذه. اذا مع الاسف بعد الناس، اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. هادشي اللي كنتمناو، المهم حطيت رايي فقط على هاد الامطار غزيره وهاد العاصفه الرعديه اللي هجمت على بعض الولايات في الجزائر. وفي نفس الوقت الجزائر مع الاسف الشديد بعد الشوارع اكتشفناهم، بعد طرقان، بعد القوات سيدنا، ما هو الاسباب هادشي؟ يقدر البني تحتيه سبب هاد الكارثه بعد الشوارع، ماشي كل شيء. ولكن الفيضان اللي كيكون دائما كيبين ضعف الطريق، يبين ضعف القوات، يبين ضعف خاص في المنازل. اذا هاد الشوارع ما كيقدرش على الفيضان، من بعد كيبان المشكل بانه الديفوات كما كنقولوا. كنشوفوا الطريق مشقه، كنشوفوا بعض الرجالات، راكم عارفين الفيضان دائما كيبين فضيحه كما كنقولوا، خاص بعد المسؤولين اللي كيشتغلوا في الشوارع وهاد الشركات اللي كيخدموا هاد الشيء اللي بني تحتيه. اذا عادي جدا، وهذا الشيء كيوقع في اي مكان، والفيضان كيبقى ديال الله سبحانه وتعالى. نتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا حطيت رايي على هذا الفيضان، اقوى فيضان خاص في الجزائر. اذا كارثه كما شفتوا بعض اللقطات، حاولت شاركت معكم بعض اللقطات خاصه في البدايه ديال الفيديو. اذا على حسب، بعض الناس يقولوا الصيف من شهر 6، بعض الناس يقولوا الصيف من شهر 7، كل واحد شنو كيقول. اذا انا رايي دخول الصيف ابتداء من شهر 5 كيكون طبعا، على حسب الصيف، الاجواء ديال الصيف. شهر 5 مابقاش كتكون الشتاء، اجواء ديال الصيف شهر 5 شهر 6 شهر 7 8 شهر 9 كيكون اجواء ديال الشتاء، شهر 10 شهر 11. اذا الله يجيب الصحه والسلامه. اذا مع الاسف الشديد طرحوا على الناس اللي توفوا خاص في هذه الكارثه ديال الفيضان خاص في الجزائر. اذا حاجه اللي عجبتني خاص في هذا الفيضان، هو اكتشفت واحد الشخص خاص الا شفتوه خاص في اللقطه، كيفاش اعتق الاسره ديالو من السيول. حيت ما نقدرش نحط لكم كل شيء، حيت على حسب الحقوق الملكيه، حيت عندنا الحق نستعملو الا بعد ثواني قليله جدا. وفي نفس الوقت هذاك الشخص راه اعتق الاسره ديالو من السيول بطريقه ذكيه. اذا دائما كما كيقولوا الناس كيتقاتلوا على اولادهم، على الاراضي ديالهم، كيموتوا على اولادهم وعلى ارضهم كما كيقولوا الناس القدام. اذا هذا السيد اكتشف البائن، هذا الشخص عائلته من الجزائر، كيفاش اعتقها من السيول. اذا واحد الحب كبير جدا للاسره ديالو، اعتقها من السيول، برافو. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى التشجيع ديالكم.